بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أعزيكم وأعزي نفسي والأمة الإسلامية باستشهاد جهاد أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان مبارك، وأتمنى لكم ولجميع عوائل شهداء الحج كل التوفيق. حقيقة هذا اللقاء بالنسبة لي يشكل سعادة واعتزاز لسبب بسيط جدا، لأنكم كنتم وما زلتم قرة عين العراق. أنتم من حارب داعش، تصدى لداعش، وحميتم وحدة هذا البلد. فأنا سعيد ومهتز بهذا اللقاء بين أهلي وأخواني، وأتذكر هذه الغرفة وهذه القاعة في الأيام التي كنا نتحدث في داعش. كنت أتي في بعضها في هذه القاعة اجتماعات خاصة نتعاون في مستقبل والتخطيط كيف نحارب داعش. فأنا سعيد بوجودي معكم أبطال الحشد الشعبي والقوة التي ترهب داعش، وبالخصوص هذه الأيام تعرفون هناك محاولات وتحركات من داعش لمحاولة استعادة جزء من أو موضع قدم لكي يقول حققنا شيء، ولكن ما زال تنظيم داعش يجمع فلوله رغم كل الانتصارات، ولكن وجودكم سيكون الشوكة والتحدي لهذه الجماعات. بدون الحج الشعبي، بدون الجيش العراقي، بدون القوات الأمنية لا نستطيع أن نحارب داعش بدون وحدتنا ووحدة كل هذه القوات. نعم، قدمت الكثير، قدمت التضحيات، والجميع يشهد بعملكم النوعي. اليوم نحن في مرحلة جديدة، وأقولها بكل صراحة، هذا الحشد مو حشد أحد، حشد العراق، حشد الوطن، وهذا الحشد كل العراقيين. لهذا السبب تأسس هذا الحشد وسوف يستمر بهذا المعنى. وبالخصوص أنتم أيها الأبطال لبيتوا نداء المرجعية الرشيدة بالفتوى التاريخية لسماحة السيد آية الله العظمى السيد السيستاني حفظ الله ودعمه. فبكل تأكيد أنتم أبطال مرة لقرة عين العراق، ومرة تركتوا عوائلكم ومهلكم ولبيتوا نداء المرجعية، وهذه تحسب أنه عقيدة الحشد هو عقيدة الولاء لهذا الوطن وعقيدة الولاء لهذه المرجعية التاريخية التي حفظت العراق على مر التاريخ. والمرجعية الرشيدة تعرفون جيدا أنها تحمي العراق، لا تميز بين عراقي وعراقي، وكذلك أنتم اليوم الحشد بكل أبناء العراق، كل أبناء العراق موجودين بهذا الجهد الطيب. يجب أن تعرفوا يا أخواني الأحبة أن حمايتكم جزء من مسؤوليتي، وأن قانون الحشد هو الإطار الذي سوف لا نتازل عليه لحماية كرامتكم وحماية حقوقكم وحماية شهداء هذا الحشد البطل. اطمئنوا، أرجع أكرر، قانون الحشد هو الإطار الذي يحمي كرامة كل أبناء هذه المؤسسة وعوائلكم، وسوف نعمل سوية اشتت داعش من الجذور ولا نسمح له العودة مرة ثانية. نعم، هناك بعض الأصوات دائما تحاول تتهم الحشد هنا وهناك، وأقولها بكل صراحة إن هذه الأصوات النشاز تحاول صنع فجوة بيننا كحشد كأجهزة، لن نسمح لهذا الصوت النشاز أن نسمعه مرة ثانية، لن نسمع اعتداء على الحشد والاتهامات للحشد. وأرجع أقول الصوت النشاز ليس له موضع قدم بهذه الحكومة، وبالخصوص تعرفون هذه الحكومة على دورين. الدور الأول الوصول لانتخابات نزيهة عادلة، والنقطة الثانية حماية الدولة العراقية أمنيا واقتصاديا. الاقتصاد على الاختصاصيين، والأمن عليكم وعلى الأجهزة الأمنية والجيش العراقي. أنا في كل عيد أذهب إلى مقبرة وادي السلام
ويحس في قلبي عندما أشوف أبناء الشهداء وأرامل الشهداء من حج العدد الكبير. هذه العوائل يجب أن تحفظ كرامتها، قدمت الكثير ويجب أن تحمى هذه الإنجازات. أكرر، الحشد هو حشد الوطن، وهو مؤسسة رسمية وجهاز قانوني مرتبط بالقاضي العام للقوات المسلحة، وهناك رئيس هيئة الحشد. لكم كل الدعم ولكم كل الحماية، وأنا مستعد في كل الأوقات لتنفيذ كل ما تطلبونه فيما يخص حماية هذه الأمة العريقة. أنتم أبناء التاريخ، كلنا احنا أبناء أحفاد إبراهيم عليه السلام، جذورنا من التاريخ. نحن ليس دولة هامشية، دولة لها امتداد تاريخي كبير. لا تستهينوا أيها الأخوة يا الأحبة بجذوركم وتاريخكم أبدا، ولا هذه التضحيات وتقارنوها بالتاريخ تلقوها ملاحم القامش في صدر الإسلام. هم كلهم كانوا آبائنا وإجدادنا، فأنتم أبناء هؤلاء الأبطال الفرسان. لا نستهين ولا نتواضع لتضحياتنا الكبيرة، قدمت الكثير وسنقدم لهذا الوطن الكثير. شهداء الحشد تضحياته ستخلدها الذاكرة العراقية، وسنعمل سوية على تخليد كل الشهداء بدون استثناء ونحمي حقوقهم. لن نسمح لأي شخص، أرجع أقول، بخلق الفتنة فيما بيننا. عندنا تحديات وعندنا مسؤولية تاريخية، هذه المسؤولية مشتركة بيننا جميعا. قوة الدولة تأتي منكم، وقوة الدولة تأتي من الأجهزة الأمنية والجيش. علينا نعمل جميعا بروح الانضباط، وبالخصوص صار عندكم إطار وعندكم قانون يحميكم. فأهمية روح الانضباط لإعادة هيبة الدولة والمساهمة باستعادة سمعة العراق على الصعيد الداخلي الشعبي وعلى الصعيد الخارجي، هذا لا يتحقق من طرف واحد، يتحقق بالتعاون بين الجميع، وأنتم أهل لذلك. أنا لن أنسى الصورة في بداية التحرير في منطقة صلاح الدين، كيف كان ابناء الحشد والشيمة العربية عندهم عندما كانت امرأة عجوز تحاول الصعود وإنقاذها. كان ابناء الحشد احتراما للتقاليد والإرث العربي أنه كيف كان الجندي في الحشد مقاتل حشد ينام بالأرض ويخلي الامرأة العجوز تصعد حتى تصعد بالبيكاب. هذه الصورة لن أنساها، هذه صفات الفرسان وأنتم فرسان. قوة الدولة عندما تكون منسجمة مؤسساتها، ويجب أن نعمل سوية على روح هذه الانسجام. والحشد الشعبي هو جزء من السياق القانوني للدولة. أكرر حتى ننهي هذا السجال، الحشد موجود ضمن الإطار القانوني، وعليه أن نوفر كل حماية والصيانة لكرامة هؤلاء الأبطال. وجود الحشد في كل مجتمع هو دليل مضاف على وحدتنا كعراقيين. الحشد موجود من البصرة إلى الموصل، ومن كل أبناء فئات هذا المجتمع. أبلغكم وزفلكم بشرة ليسمع داعي جيدا، سننطلق قريبا في عمليات عسكرية واسعة وبدور كبير ومساهمة أساسية للحشد الشعبي للقضاء على هذا العدو، على هذا الوباء. نعم، قد يتوهم داعش أن الحكومة ملتهية بتشكيل كابينة وزارية، أزمة اقتصادية، وباء كورونا، هذه فرصة للتمدد. خطانين، أنا أستعير مفردة أو كلمة من نشيد الحشد، أنا حقول جزء، أنت قول الجزء الكامل. نحن لا نهزم، ومنا عطاء الدم. بأكدوا هذا النشيد سوف يخلده التاريخ. أنا من كنت في الجهاز وما زلت في كل احتفالات الجهاز النشيد العراقي، ومن ثم نشيد نحن لا نهزم. هذا جاي من الجذور، من تربيتنا اللي تعلمناها من المرجعية الرشيدة فيما يخص تضحيات الإمام الحسين عليه السلام، من تضحيات الأئمة ومن تضحيات التاريخ. أرجع أكرر، بوجودكم بتعاونكم سوية
سوف نخوض قريبا معركة، وسأكون أنا أول متصدين معكم في الجبهات، ستجدوني قريبا منكم. أطلب من السيد رئيس هيئة الحشد أن يتعاون مع الجيش العراقي، مع الأجهزة الأمنية، وأنت عنصر فعال. سنبدأ المعارك قريبا. داعش انتظرونا، ساحة النزال قريبة. أختم حديثي بالشكر الجزيل، ولكن أذكركم بقضية: شهداؤنا دماؤهم لن تذهب سدى. جميعا أشكركم جزيل الشكر، أتمنى لكم كل التوفيق، ويجب أن نعمل سوية. هذا العراق ليس ملك لأحد، وأنا أول الخدام لهذا الشعب ولهذه المؤسسة والمؤسسات الأمنية، وكلكم جربتوني، ونحن نمتلك علاقات صداقة طويلة. وأقولها بكل صراحة: قوتنا بوحدتنا. قدمت الكثير، يجب أن نحمي هذه الإنجازات، وأنتم شطار بتأسيس الذاكرة. هذه الذاكرة يجب أن نحافظ عليها، وتكون هي وقودنا والحافز لنا في محاربة الإرهاب. معركة سوف لن تكون طويلة مع الإرهاب، ولكن ستكون طويلة بالإصلاح الاقتصادي وبالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، ولكن ضد الإرهاب إن شاء الله. نتعلم من أخطائنا، أخطأنا في الماضي في محاربة الإرهاب، لن نسمح لهذه الفلول أن ترجع مرة ثانية إلى مدننا وتقوم بمناورات للنيل من كرامة أي عراقي. شكرا جزيلا أخوان. أنا جهله جهله جهله.